مدام رانيا، أنا رايح أشرب قهوة عند أبو عمر بالديوان. بس هلا مش فيك عم تشرب الصورات بالأرشيف، وقبلها كنت عم تشرب متة بالمرقة وبعدين معك. لا 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 يا مدام، الله يسامحك، شو يعني قاعدة عم تعدي علي المشاريع؟ لا ما عم عد عليك، بس مين بده يمشي الشغل بغيابك؟ يا ستي أنت بتعرفي يعني العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. على كل إن بوعدك ما طول عند أبو عمر. أي طيب طيب ماشي. تفضل. الله يسعدك الصباح يا رب. أهلين، صباح النور، مع أنه صرنا الظهريات. بس مين مشكلة؟ إيش كنت جاي أعمل أنا؟ إيه، هاي المعاملة بحاجة لأنامك الكريمة. نظامية معاملتك؟ 100%. ناقصة إخراج البيت. العمى، العمى على النسوة. طيب دبريه يا انسه؟ اي مدام، مو انسه. الله يخلي لك جوزك دبريه. عيني انا مطلقه. العمى بعيونه شو اعمى قلبي اللي تطلقك. عفوا، مزحه هي، مزح. اي اذا معك صوره هويه بيمشي الحال. ايه معي. اسمح لي. ايه معناها روح وقع من عند الاستاذ ابو هاني بعدين نرجع لعندي. طيب الاستاذ ابو هاني وين مكتبه؟ هون. الاستاذ ابو هاني حي يرزق ولا في ذمه الله؟ لا، بيكون عند الاستاذ ابو عمر، عم بكره قهوه بالديوان. طيب شكرا لك مدام رانيا، تشرفت بمعرفتك. وانا علاء زلزلي. عنجد؟ هو أنا اسمي علاء جلجلي الحقيقة، بس رفقاتي بيتغالظوا بيقولوا عني علاء زلزلي. باقي السيرة الذاتية لست الوالدة ما حكيت لي إياها، تفضل. ست الوالدة عندها سيرة يعني طويلة كتير، بدها وقت. شي يوم بحكي لك إياها. يلا عن إذنك. شكرا. أهلا وسهلا. أضرب منك أروان. أهلين. مين فيكم أبو هاني بالله؟ شو بدك منه؟ ولا شي، بدي وقع لي الأخبار. هلا من شوي كان هون وطلع. طيب ما بتعرف وين راح؟ أنت مين بعثك لهو؟ بعثتني الأنسي راني هون بالذاتية. أنا عم بمزح معك، أنا أبو هاني هلا وقع لك إياها. حلوة كثير المزحة. معك ألام؟ ألام؟ لا. أنا معي ألم، عم أمزح معك. الله معك. شكراً. شو هالمزحات يا أستاذ؟ شو بو هذا؟ والله ما بعرف. تعرف يا عمر؟ يعني وين ما رحت وين ما جيت ألز قهوة بشرب عندك، وخصوصي إذا كانت على الريحة. صحتين وهنا أبو هاني. اللي ابغاني شلون هالمدام رانيا معاه؟ لا دخيلك، قيمنا من هالسيرة، خلينا مستهجين ورايقين. لا لا اخي، خليك رايق، خلاص سكرنا على الموضوع. لك
ابو عمار شامم لك ريحه حلوه، ما تكون متعطر. الله يسامحك يا ابو هاني. بتعرف امتى اخر مره حطيت فيها عطر لك ابو هاني؟ سنه ال 95 بعرس بنتي. والله غريب، منين جاي الريحه؟ تفضلي انسي رانيا. قلت لك مدام. مدام انسي اللي هو وقع الاستاذ ابو هاني. الحمد لله. ليش ما ختم لك اياها؟ ما قلتي لي بدك ختم من الاول، ولا تقولي لي بدي ارجع الديوان. الله يخليكي، صعبه كثير الرجعه. المفروض يكون كثير هيك ومنيح. اخذوا عني؟ لا خلص انت ارتاح. اوها سلام عليكي. بدك شيء لسا؟ توقيع المدير العام بس. جوار هني شو هاد؟ شغلة بسيطة، فنجان قهوة. شو شايفني شحادة؟ شايفني بدي حق فنجان قهوة؟ هي مو بقصد الشحادة الموضوع. خراس اطلع لبرا. اطلع لبرا يا عيب الشو. عم قلك اطلع لبرا. خد مصاريك في ولك اطلع. هي يا سارة هي حسيت سطح المي باردة مثل فوق راسي. هي بسيطة. انت تانية ليش محملتي كل هال؟ ما بعرف بس حسيت بالإهانة، ما بعرف ليش. يا ريت باقي الموظفين يحسوا مثلك يا رامي. بطل الواحد يعرف شو بده يساوي. إذا بتساعدي الناس بفكروا بدك رشوة، إذا ما ساعدتيهم بيطلعوا بيحكوا عليكي. شو هادي يا؟ خلصنا بقى قيمينا من هالقصة المعدة. احكي لنا هيك شي فرفح القلب. ما في شي فرفح. لحظة. ألو أهلين؟ لا والله المدير بالوزارة. اوكي تكرم عينك بس يجي بلغه. اهلي شو عاملة اليوم؟ اليوم المساء بدي روح على السوق. تروحي معي؟ ايه بروح. فكر اطلب لنا قهوة. الو بعت لي اثنين قهوة وصلت؟ سادة. واحدة سادة وواحدة وسط. شكرا. ظريفة القميص ما؟ بتعرفي إذا بلاقي منه على لون خضيري أو زيتي بشتري فورا. هاي الأحمر حلو. تعي نشوف شو عنده ألوان فوتي. يلا. ما عم قلك. مرحبا. بيجي خلص بيجي. بدي من هذا القميص على لون زيتي أو خضيري. شو القياس بالله؟ ميديوم. أي على العين. حنين؟ مدام رانيا؟ زلزلي؟ شو هالصدفة الحلوة هاي؟ مشي سارة مشي مشي. ليش؟ خلص بعدين بحكي لك امشي. يا مدام طيب ليش؟ يخرب بيته. استني شوي بقى. مين هاد؟ هذا علاء اللي حكيت لك عنده. مين علاء؟ اللي اليوم كان عم يحاول يعطيني الرشوة، فهمتي؟ هل هي القصة رانيا؟ والله فكرت الزلمة عاد لك شيء قتيل وفي تارات بيناتكم. أكثر من هيك، رشوة هي رشوة. صباح الخير أبو عمار. أهلين أبو هاني، فوت الشاي جاهز. لا 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 ما بقدر. بدي روح أشبك تواجدي على ست العسل. هلا بتقول لي قديش الساعة هلا؟ روح الله يكون بعونك. آمين، يلا خاطرك. صباح الخير مدام رانيا. يا اهلين صباح النور. قديش الساعه معك يا ابو هاني؟ الساعه لحظه والله 7:30. يا سيدي هلا الساعه 9:30، يعني حضرتك متاخر ساعه ونص كامله عن الدوام. شو اقوالك؟ يا ستي الله يجعلها اكبر المصايب. ابو هاني اذا بتريد لا تحاكيني بهاللهجه. يعني كيف تامري حاكيكي مدام؟ خلص 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 ما بدي اخذ واعطي معك. بس شوف اذا هالتاخير تكرر ما تلوم الا حالك،
لاتخذ اجراءاتي. ما قلنا لك الله يجعل اكبر المصايب. صباح الخير. زلزل علاء؟ جلجلي بالجيم. ما في صباح النور؟ صباح النور. مدام أنا كتير آسف، عن جد آسف كتير على اللي صار مبارح. الحقيقة ما عدنا عرفنا الموظف اللي بيبلع من الموظف اللي ما بيبلع. بسيطة، حصل خير. طيب مدام أنا رايح على الديوان عند أبو عمر يشرب قهوة. ماشي ماشي. يمكن ما كان لازم احكي قدامه. هلا بيفهم القصة بطريقة تانية، بيفسرها مثل ما بده. بتحبي اني اعقد جلسة معه واشرح له الموقف؟ لا لا خلص ما في داعي. انا بس ما بدي اعمل شوشرة من قصة سخيفة. قهوتكم هون طيبة؟ اطلبي لنا اثنين قهوة. يعطيك العافية. اثنين قهوة، كيف قهوتك استاذ؟ حلوة. واحدة حلوة وواحدة سادة. مرحبا ابو عمر. اهلين ابو غاني. صب شاي صب. ما بدي شاي. انا شامم لك روايح مو حلوة بالمرة. معقولة هون عنا؟ لك مو هون، عنا بالمكتب. ما انه مكتبكم بعيد عن الحمامات يا زلمه. لك شو بنا يا عمر، ركز معي شوي، انا عم بحكي عن روايح تانية. شو قصدك؟ تعال لك، انا شامم لك ريحه رشوه. معقول؟ قصدك المدام رانيا؟ يعني في غيرها بالمكتب؟ لك شلون عرفت؟ هذا الشاب اللي اجى لعندي امبارح لهون مشان وقع له المعامله، تذكرته؟ لك اي لك اليوم اجى على المكتب. عامت المدام رانيا لما شافته الكركبيت كأنها شافت عزرائيل. لحد هون ابو هاني ما في شيء مهم. ايه مزبوط، ما في شيء مهم، بس المهم انه اليوم جاي عم يعتذر لها، عم يقول لها لا تواخذينها، يعني الواحد ما عاد يقدر يفرق الايام بين الموظف المرتشي والموظف المو مرتشي. شو هالحكي ابو هاني؟ يعني انت شو فهمت من كلامه؟ لك ايش بنا ابو عمار؟ هي بدها ذكاء كثير؟ يعني الزلمه امبارح على التلميحات ما فهم، اليوم جاي يعتذر ويدفع. يا لطيف شو انك ذكي يا ابو هاني. ما لها تفسير غير هيك، يعني المدام رانيا عم تقبض. ما بعرف، ما بحط حدا بزيتي. يعني خلاص صافي يا لبن. صافي يا لبن. ممتاز. بس أنا مدام إلي عندك طلب وبتمنى ما تخجليني. تفضل. أنا منتظر تشريفك اليوم عندي بالمحل. إن شاء الله. بعتبره وعد؟ بعمل جهدي، خلاص. طيب. شكرا على القهوة. شكرا. شو مبسوط كتير. سبحان الله، ما طقتوا هذا الشاب. ها إسانس غلازة، مو هيك مدام؟ من عم يحكي؟ شو رأيك؟ شفتي لي شوي؟ حلو كتير رانا. تمام؟ أي خدي كتير. لا بقلك مدام، وهي القطعة مو موجود منها غير وحدة، يعني مو ممعوطة بالسوق. قديش حقها؟ لا يا مدام عيب. لا إذا بدك، لا إذا بدك. طيب. قديش حقها عن جد؟ هلا بس اللفه متحاسب. الف لي اياها. على عيني. تفضل. اعتز. ايوه. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه قديش حقه؟ يلا قلي بقى. احزري قديش؟ عجزت. الف ليره بس. ايش هو الف؟ انا قريت السعر، مسعر ب 3000 ليره. يعني الله عليك، ما بدنا نراعيك يا مدام. ايش هالمراعاة الاتولية؟ مو معقول تكون ربحان فيها 2000 ليرة. بزعجك كثير تغلبي انت، إذا الزلمة بده يخسر انت شو دخلك؟ يخسر مع زبونة غيري، مو معي أنا. تفضل. شكرا. وهي 2000 ليرة. مدام
لا تخجليني، لا تكسري لي كلمتي بليز. أنا بدي أدفع 2000، إلك عندي شيء؟ امشي سارة. شكراً، يعطيك العافية. شو هالحكي؟ مدام رانيا؟ مثل ما عم بقول لك. العمى بعيون العمى، والله مو باين عليها. مو معقول. مثل ما عم بقول لك، أبو عمر قال لي أبو هاني سمع الحديث بأدنيه. العمى بعيون العمى، وعاملة حالة شريفة، تتشرف علينا. لك في. أي لا تقوليها. الله وكيلك، الدائرة كلها عم تحكي بهالقصة. وشاطرة تنظري علينا، بتتذكري لما حالتني على التفتيش مشان شقفت ساعة أخذتها من واحد زبون، قصدي مراجع. هذا كله تغطية، عم تغطي شعبان برمضان. يعني طالما بدها تبلع، تتركنا نحن كمان نلحس اصبعتنا شوي. يا اختي تفيد وتستفيد، ليش لحتى تاكل بيضه وتقشرها كلها لحالها؟ هذا اللي بيسموه قمه الحقاره. فعلا حقاره مثل ما قلتي. شفته بعينك؟ ايه طيب طيب. ابو هاني العصفور بالمؤسسة. مين قال لك؟ ولو خايف على ابو عمر؟ اذا ناموسة فاتت على الدائرة بدرا فيها، وبعرف لك مين قرصيت. امشي دقلك لك امشي. امشي. صباح الخير مدام رانيا. أهلين، صباح النور. أنا كثير زعلان منك. أوف، خير إن شاء الله. أنا حبيت أعتذر منك وأنت قبلتي اعتذاري. صح؟ صح. وبناء على هذا الشيء أنا حبيت بس راعيكي بالجاكيت بدون أي نوايا تانية. أنا واثقة من هالشي، بس ما حبيت خسرك حق الجاكيت. طيب وإذا أثبتت لك إنه أنا ماني خسران من الجاكيت؟ كيف بقى؟ هاي الفاتورة شوفيها بعينك، الجاكيت موقف عليه بسعر الجملة ب 1500 ليرة. مظبوط. وانت اعطيتيني 2000 ليرة، يعني بزيد لك معي 500 ليرة. طيب خلاص، يعني ما رح زعلك مشان 500 ليرة مثل ما بدك. والله كلك زول. لحظة. برافو. مرة شفناها بعيننا، ما حدا قالنا. يا جماعة انتو فهمانين القصة غلط. الحماعة، نحن فهمانين القصة غلط لأنه نحن ما بنفهم. ما هيك يا شباب؟ ما بنفهم لكن. شو ها؟ شو هاد يا مدام؟ 500 وحدة؟ شو هالرخص ها؟ يعني عملتيها وعملتيها؟ طلبي لك شي 4-5000 ليرة، لا تكسري لنا تسعيرتنا. يا شباب اللي بده يصور أداة الجريمة. ابتسامة مدام، ابتسامة. شو مدام رنا؟ عجبتك الفضيحة اللي صارت؟ أستاذ أنا شرحت لك كل شيء بكتاب خطي. قريته؟ إيه، وشو رأيك؟ مقتنعات؟ مو المهم أنا أقتنع، المهم الناس
اللي شافت وصورت وسجلت. استاذ هي مؤامرة. مشكلتنا نحن العرب اي شيء بيصير معنا وما بيعجبنا منقول عنه مؤامرة. لأمتى ما نخلص من عقدة نظرية المؤامرة هاي؟ اي وشو يعني؟ ما بعرف. أنا موقفي محرج كثير قدام الموظفين وقدام اللي أعلى مني. طيب أستاذ رح ريحك من الإحراج ورح أقدم استقالتي. يعني أنا بتصور إنه هذا أفضل حل إلك وإنه زلغت وتبوك ورقص لك زلغت زلغت. اي عين بدي اشوفها ماني عارفان. باليمين، بالعين اليمين. يعني انت بالنهايه مو ذنبك. ذنب مين لك يا اخي؟ اعتبر الشغله نحس، سوء حظ، فوضى، صدفه. يعني كيف ما سميتها ما لكت فيها. وقلتك هي بتقتنع بهذا الكلام؟ يا اخي انت هلا الطابه بملعبك. الطابه وين؟ ملعبي. يعني صار لازم تعرف كيف تسنطر وتشوط. بس انا حاسس انه كيف ما شطه رح تجي براسها. يا حبيبي انت هلا اهم شيء بتعمله انه ما تتركها لحالها، يعني المفروض توقف جنبها على الاقل بهذا الوقت. معك حق، لازم اوقف معها. بس كيف يا اخي؟ مثلا ساعة بنحكي انه الكرة بملعبك، بس انت حط وشوط. خير بنتي، ليش ما رحتي على الدوام؟ اخذت اجازة مرضية شهر. خير لك بنتي، شو بكي؟ لا الحمد لله ما فيني شيء. هن بسموها اجازه مرضيه بس مو شرط الواحد يكون مرضان، طمني. بس شهر كثير لك امي، بكره بدي اخلك من عاده البيت. ايه بدي ارتاح من الشغل وضغط الشغل. ولا ما بيطلع لي؟ برا تقبرني بيطلع لك. اعملي اللي بريحك. انا رايح اخذ الدواء. بالشفا ان شاء الله.
الو نعم. الو مرحبا رانيا، انا علاء. جلجل؟ علاء؟ كيف عرفت الرقم؟ اذا مزعوجه فورا مسكر التليفون. لا لا، بس كل ما هنالك اني استغربت كيف انت اخذت الرقم. رانيا انا بصراحه محرج منك كثير، وضميري كثير عم يعذبني على اللي صار. بالنهايه انت مالك ذنب اللي صار. بترجاك يا رانيا ما تجامليني، انا السبب. يعني لو ما اجيت لعندك ولحشت 500 ليره ما كان صار اللي صار. لا علاء لا، انت كنت عم تتصرف بحسن نية. يعني مانك زعلانة مني؟ اطلاقا. اسمحي لي اقول لك انك انت فعلا انسانة عقلانية وواعية، وانت شخص طيب، عن جد طيب. طيب، ممكن اطلب منك طلب؟ تفضل. ممكن وقف معك بهالمحنة؟ هذا من لطفك. انا حابب هيك يعني زورك بالبيت وجيب معي قطعة ورد صغيرة اذا ما عندك مانع. بتشرف بأي وقت. امتى بيناسبك؟ بكرة الساعة 8 منيح؟ اوكي. ممكن تعطيني عنوان البيت؟ لا طبعا، مثل ما جبت رقم التليفون بإمكانك كمان جيب عنوان البيت. طيب طيب، ماشي ماشي، ولا يهمك، لح اجي ولح اوصل ان شاء الله لو بدي لف الشام كلها. اوكي، الى اللقاء. اهلا وسهلا. يعني انت بتتوقعي ممكن اخذ تعويضات؟ ايه بس قدامك المشوار طويل، على بين ما تخلصي ورائك من هون تبعتيهم على التامينات الاجتماعيه، يعني شي 4-5 اشهر على القليله. الله يبشرك بالخير. انت ما تعبي اهم شي رانيا، طول ما انا هون ببعت لك اياهم على التامينات الاجتماعيه فورا. الله يخلي لي اياكي، عم عزبك معي. ولا يهمك حبيبتي. قولي لي صحيح، شو اخبار زبون العوافي؟ مين قصدك؟ اصل البلا ما غيره، علاء افندي. ايه منيح، المسا رح يمر لعنا مشان يعتذر. عن جد رح تستقبليه بالبيت بعد كل اللي عمله؟ لشو عمل؟ حرام يعني، هو الرجال كان عم يتصرف بحسن نية، بس الظروف هيك حكمت، يعني ما دخله. ما بعرف، انت ادرى بالموضوع. ما رح تضيفيني قهوة؟ بلا، تكرم عينك، احلى فنجان قهوة لاحلى موظفة. مستقيلة. بعتي 2 قهوة. مساء الخير طنط. اهلين مساء النور. انا علاء زلزلي، جلجلي رفقاتي بينادوا لي زلزلي. انا زميله للمدام رانيا. اهلا وسهلا، تشرفنا، تفضل يا ابني. لا خليني معلشي، حطه هون عندك برا، بعدين انا بفوتها. يا اهلا وسهلا، تفضل. ليش معذب حالك؟ لا ولو. يلا تفضلي. اهلا وسهلا رانيا، عملت البس 5 دقايق تكون هون. طيب. يا اهلين وسهلين، تفضل ارتاح، تفضل. اهلا وسهلا. والله يا خالي انا مقهور من كل قلبي على اللي صار مع مدام رانيا، والله ما بتستاهل. ليش شو صار معها؟ يعني معقول بعد خدمه 8 سنين بهالوظيفه يلحشوها هيك لحش مشان سبب تافه؟ ايه الله ما قالها. الله بيكره الظلم يا طنط، الله بيكره الظلم. ايه طبعا. بس رانيا، عفوا مدام رانيا، غلطانه بشغله واحده بس. شو هي؟ ما كان لازم تستقيل، باستقالتها هي ثبتت التهمه على حالها. تهمه؟ اهلا استاذ علاء. اهلا. مو حاكي للطنط؟ لك بنتي شو التهمه اللي اتهموك اياها بالشغل؟ حكيت لها؟ ما جاوبتيني، شو التهمه اللي اتهموك اياها؟ ما في شيء، لا تشغلي بالك، قصة بسيطة ماما، مو هيك علاء؟ بسيطة؟ بتترك الشغلة بتقولي لي بسيطة؟ خلص أمي، بعدين بحكي لك. ما في شيء ما في شيء. أمي أمي بعيد؟ بعيد شو بدك تاني ماما؟ أنا خايف من الميتين كثير، ما بدي أروح اليوم. بدك تحكي لك ساعات إن شاء الله قبل علاء؟ ولك ساعات ما بدي أحكي عن حياتي كثير. ولك ساعات إن شاء الله صحية ماما، رح أحكي مع الدكتور إن شاء الله. هلا بدي أحكي.
الحمد لله اعطيتها ابره وهلا بترتاح عليها، بس لازم تضل تحت المراقبه 48 ساعه. ايه خلوها 48 ساعه. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. شكرا. يلا شكرا. أهلين. يا رجل مو معقول، قسما بالله مو معقول. يعني كل ما بروح بعتذر لهالبنت عن مصيبه بعمل لها مصيبه اكبر. هذا قدرك، انت ما دخلك. شلون ما دخلني؟ بجوز ربنا سبحانه وتعالى سخرك لتكون سبب بكل مصايب هي العيلة. انت شو طالع بيتك؟ طيب ليش ربنا ليختارني انا نيقة عن كل الخليقة لهي القصة؟ يعني انا ضروري يكون الوكيل الحصري لمصايب كل هي العيلة؟ اوعى لا اوعى، هي حكمة الهية ما بيصير تعترض. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب وبعدين؟ لك يا رجل صرت خاف شوفها او احكي معها. اوعك اوعك تنسحب مثل الجبناء بعلاء. طيب طيب بس يعني لا إلي حل، شو اعمل؟ انا برايي تتصرف عادي وبكل شجاعه. عادي وبكل شجاعه؟ ايه بس كيف؟ يا حبيبي هلا الطابه بملعبك، يعني صار لازم تعرف كيف تشوط ولوين تشوط وامتى تشوط. كيف وامتى ولوين؟ كيف وامتى ولوين؟ طيب كيف وامتى ولوين؟ ما فهمت يا اخي. انت بكل بساطه هلا لازم توقف جنبها، لانه هي ما بتقدر تشوط طابب ملعبك، واكيد هلا هي مكسوره الخاطر وبحاجه حدا يكون جنبها، يعني اكيد ما في حدا غيرك كفء لهي المهمه. شوط. شفتي لو سمعتي كلامي؟ اي كلام؟ عن زبون العوافي علاء افندي تبعك، انت ليش متحامله عليه؟ هلا انا متحامله عليه؟ يعطيك العافيه، بعت لي اثنين قهوه، واحد وسط واحد سادة. شكرا. ليش مو هو السبب؟ مو هو اللي حكى لأمك عن اللي صار؟ عم تأزمت صحتها واجتها جلطة؟ مزبوط، بس ما فينا نلومه لأنه هو كان عم بيتصرف بحسن نية. انت خليكي عم تبرري له وتقولي عم تصرف بحسن نية، والله ما حدا عم يتصرف بحسن نية وهبلنا غيرك. الله يسامحه. زعلتي؟ يسلموا ايديك، عسرتك معي. لا ولو، اكيد بيكون شايف رفيقك وانت واقف معنا اليوم، كثر خيرك انا ما قصرت. بالعكس انا ما قمت الواجب مع الست والدي، انا الحقيقه بخاف كثير من الموت، اهلي كلهم ماتوا وما قدرت اتطلع بواحد منهم. الله يرحمهم. تعيش يرحم احبابي. كيف صارت هلا؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله احسن، نامت نشكر الله. ايه تنام ترتاح احسن. تفضل الشاي. حاطه سكر ولا لسه؟ لا ما له محل، انت حط على كيفك. ممتاز كثير منيح، لانه انا بالاونه الاخيره عم بتبع نظام ريجيم بدون سكر، سكرين بس عم باخذ. عفوا رح اشوفهم بس. يا رانيا السكرين عندك هون، تفضل حط. اوكي رانيا. ثلاثة يلا مناح. اسف انا ما بعرف انه هذا مثل تبع اللسان تحت اللسان، انا فكرتهم سكرين وحطيتهم بالشاي. شو؟ Thank you.
انسي رانيا. مدام رانيا، انت لامتى بدك تضلي هيك؟ كيف يعني هيك؟ يعني عدم المؤاخذه، الست الوالدة الله يرحمها صار لها 40 يوم ميتة وصارت عظامها مكاحل. مثل ما بيقولوا يعني الحقيقة بقى من ميت وانت لساتك صبية. حرام حرام اللي عم تسوي بحالك، حرام حرام. شو بدك يعني اعمل؟ لازم تشلحي اللون الاسود لانه ما حدا بيلبس لون اسود بعد 40، حرام. ما عم بقدر انسى يا علاء، صورتها ما عم تروح من بالي. هو معك حق، بس لازم تشوطي، قصدي لازم تنسي، لأنه نسيان نعمة للبشر. عم حاول بس ما عم بقدر. رانيا، في سؤال بدي أسألك إياه بس محروج شوي. تفضل خد راحتك. بعد كل اللي صار يعني أنت زعلانة مني شي؟ ليش لأزعل؟ يعني مشان علبة الدواء اللي أنا فضيتها، قسما بالله يا رب. خلاص علاء، انسى الموضوع. لا، ما ممكن انساه، ما ممكن سامح حالي إلا إذا سمعت منك كلمة إنه ما أنك زعلانة مني. علاء، أنت لما حطيت الدواء بكاسة الشاي كنت بتعرف إنه هالدواء لأمي؟ طبعا لا، يعني أنا كنت بفكره سكرين وبالعلامة إنه خلاص ما في داعي تبرر. طالما أنت ما كنت بتعرف معناها مالك ذنب، لأنه أنت كنت عم تتصرف بحسن نية. يا سلام يا رانيا، فرحتي لي قلبي. يا سلام قديش تفكيرك عقلاني ومنطقي. على فكرة هذا الشيء الوحيد اللي عم يخلي إعجابي فيك يزيد. إعجابك فيي أنا؟ كأنك تفاجأتي شوي. يعني بصراحة ما توقعت منك أنت هذا الشيء. أنا بعرف إنه الوقت غير مناسب لطرح القضايا، بس في شيء حاب لك يا. شو هو؟ أنا بحبك. عفوا؟ بلا عفوا بلا شكرا بلا كل هذا الحكي، خلصنا. عيب، صار لي شهرين متحملك أنا وحابس هاي الكلمة بصدري. عيب عليك بقى، ذوقي. عيب، بحبك علاء. أنا بالوقت الحاضر بوضع ما بيسمح لي أني أفكر بهالموضوع. بالعكس، هذا هو الوقت الصحيح لتفكري بهذا الشيء. انت يعني يا حرام عايشه لحالك وحيده، بحاجه لحدا ينتزعك من هاي الوحده. مو تنظير، بس انت بحاجه لشخص حنون قلبه طيب بخاف عليك. والله انت فاجأتني بهذا الشيء. بعرف رانيا، يسعدني وبشرفني اني اعزيكي بالست الوالده واطلب ايدك. بعرف ان السكوت على عبد الرضا. اللهم لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. أنا مو بإيدي، أنا حسيتك ما بتحبيني، قمت حطيت لك شوية أعشاب بكاسة عصير عشان تصير تحبيني، بس يبدو ما زبطت معك القصة. هي الوصفة مجربة، يعني أمي جربتها مع أبي وزبطت، ما بعرف أنت ليش هيك، يمكن زمرة دمك أو شيء. هلا قولي لي بتحبيني أو لا؟ بتحبيني؟ رانيا،
رانيا عشان سامحيني ما كان قصدي. أنا كنت بدي أقبرك بأحسن محل بالبلد، يعني على الأقل بالدحداح، بس ولاد الحرام نصبوا علي، أخذوا المصاري ووقعوني على العقد، وأنا كنت بحالة من الأسى والحزن، ما عرفت إنه القبر هون يعني، بس شو بدي أعمل؟ ما عرفت إنه هون بالصحراء شو ساوي؟ بس بوعدك بوعدك يا رانيا رح انقلك بأقرب وقت ممكن، هذا وعد شرف وعلمي على حكي. رانيا والله كنت عم بتصرف حسن نية والله. Thank you.